السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، أشكركم جزيل الشكر على الدعم وعلى الاشتراك وعلى اللايكات وعلى التعاليق، أشكركم جزيل الشكر. نتكلم في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى عن فوائد الاستغفار. من فوائد الاستغفار أيها الإخوة والأخوات أنه سبب لتفريج الهموم ولجلب الأرزاق، وأنه سبب للخروج من المذائق. ففي سنن أبي داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. سبحان الله، يعني تكون في ضيق شديد جدا فتستغفر الله فيجعل لك الله مخرجا من ذلك الضيق، ومن كل هم فرجا، تكون في هم فيفرجه الله عز وجل ورزقه من حيث لا يحتسب، يرزقك الله برزق لم يكن أبدا لك في الحسبان. ومن فوائد الاستغفار أيها الإخوة والأخوات كذلك أنه سبب لنزول الغيث المطر والإمداد بالأموال والبنين ونبات الأشجار وتوفر المياه. قال تعالى في كتابه العزيز: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. آية عظيمة في القرآن الكريم تدل على فضل الاستغفار. وقال أن الله عز وجل في كتابه كذلك: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فمن أسباب ومن فضائل أو من فوائد الاستغفار أنه يعطيك قوة بإذن الله تعالى. عباد الله، إخواني وأخواتي الكرام، الاستغفار مشروع في كل وقت، لكن هناك أوقات وأحوال مخصوصة يكون للاستغفار فيها مزيد من الفضل. فمثلا يستحب الاستغفار بعد الفراغ من أداء العبادات ليكون كفارة لما يقع فيها من خلل أو تقصير، كما يشرع الاستغفار بعد الفراغ من الصلوات الخمس، من الصلوات المفروضة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة المفروضة يستغفر الله ثلاثا، لأن العبد عرضة لأن يقع منه نقص في صلاته بسبب غفلة أو بسبب سهو، فيستغفر الله عز وجل ثلاثا. كما شرع الاستغفار في ختام صلاة الليل، في قيام الليل عند ختام الصلاة يجوز لك وينبغي لك الاستغفار. قال تعالى عن المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وكذلك أيها الإخوة والأخوات، شرع الاستغفار بعد الإفاضة من عرفة وبعد الفراغ من الوقوف بها، كما قال تعالى في كتابه العزيز: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكذلك أيها الإخوة والأخوات، شرع الاستغفار في ختم المجالس، يعني يكون مجلس نساء أو رجال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يقوم الإنسان من المجلس أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فإن كان مجلس خير كان كالطابع عليه، وإن كان يعني مجلس شر أو مجلس غير طيب كان ذلك كفارة له. وكذلك أيها الإخوة والأخوات، شرع الاستغفار في ختام العمر وفي حالة الكبر، فقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عند اقتراب أجله: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقد جعل الله عز وجل فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا وأفواجا
علامة على قرب نهاية أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره عند ذلك بالاستغفار. فينبغي لكم أيها المسلمون، أيها المسلمات، أيها الإخوة وأيها الأخوات، ملازمة الاستغفار في كل وقت والإكثار منه في هذه الأوقات وفي هذه الأحوال المذكورة، لتحوزوا هذه الفضائل وتنالوا هذه الخيرات. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار. أحد الإخوة أو الأخوات طلب مني، قال: يا أخي لابد، أو يا ليت لو أنك في نهاية كل فيديو تخصص لنا دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق للدعاء. والآن مع الدعاء فقولوا آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك، أن تقضي حاجة كل من يشاهدنا الآن. يا رب اقضي حاجتهم يا رب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم يا جامع الشتات، ويا مخرج النبات، ويا محيي العظام الرفات، ويا مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا مفرج الكربات، ويا سامع الأصوات من فوق سبع سماوات، ويا فاتح خزائن الكرامات، ويا مالك حوائج جميع المخلوقات، ويا من ملأ نوره السماوات، ويا من أحاط بكل شيء علما، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من أحاط بكل شيء علما، يا عالما بما مضى ويا عالما بما هو آت، أسألك اللهم بقدرتك على كل شيء، واستغنائك عن جميع خلقك، وبحمدك ومجدك يا إله كل شيء، أسألك اللهم أن تجود علينا وعلى من يشاهدنا الآن بقضاء حاجتنا، إنك قادر على كل شيء يا رب العالمين. يا عظيم يرجى لكل عظيم، يا عظيم يرجى لكل عظيم، أجب دعاءنا واقضي حاجتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.